عندما سئل إيلون ماسك في عام 2011 عن شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، سخر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا من شكل وإمكانيات مركبات هذه الشركة. اليوم باتت BYD الشركة الأكثر مبيعاً للسيارات الكهربائية في العالم، متفوقة حتى على شركة تسلا. وليس هذا فحسب، الشركات الصينية باتت تشكل نصف مبيعات السيارات الكهربائية في العالم، ومن المتوقع أن تتضاعف حصة هذه الشركات من كامل سوق السيارات العالمي إلى 33% بحلول عام 2030، بينما ستشهد شركات صناعة السيارات الغربية التقليدية انخفاضاً في حصتها من 81% إلى 58% بحلول ذلك الوقت. سرعة التطوير كانت كلمة السر وراء التفوق الصيني، فالشركات الصينية كانت أسرع بنحو 30% من شركات السيارات التقليدية في تطوير المركبات الكهربائية، مستفيدة من امتلاك الصين لسلاسل توريد متكاملة لكافة مكونات هذه المركبات، وتبني هذه الشركات نهج العمل على عدة مراحل للتطوير في آن واحد، وإجراء المزيد من الاختبارات الافتراضية بدلاً من الاختبارات الميكانيكية التي تستغرق وقتاً طويلاً. وبسبب هذه التركيبة الفريدة، تمكن المصنعون المبتدئون في الصين من طرح سيارات بتكلفة منخفضة مقارنة بالمنافسين الغربيين، بحيث يبلغ متوسط سعر السيارات الكهربائية الصينية نحو 30,000 دولار، مقارنة ب60,000 دولار في المتوسط للسيارات الكهربائية الأمريكية، وهو أمر بات يشكل تهديداً كبيراً لشركات صناعة السيارات التقليدية التي باتت مهددة بفقدان حصتها السوقية لصالح شركات حديثة العهد.